بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدينا على النبي صلينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم بسكويت. بسكويت العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا يا كحك العيد. كل سنه وانتم بألف خير والشعوب كلها بخير والناس كلها بخير يا رب، وما يدخلش حاجة وحشة على حد ويدخل الفرحة في كل بيت. بجد رمضان ماشي يا جماعة. أنا بكره الأغنية اللي بتقول تم البدري بدري والأيام بتجري. صراحة لما بسمع الأغنية ديت عناية بتدمع لوحدها بجد. يعني هنا إن شاء الله كده ده برتقان عصرينه بيد البسكويت، ريحة جميلة وطعم لذيذ بجد. يعني ده هنا كده انا هعمل 5 كيلو بسكويت. دولت 20 بيضة، الكيلو ليه 4 بيضات. انا كانت المرحومة والدتي كانت بتعمل الكيلو تحط 4 بيضات وربع كيلو سمنة وربع كيلو سكر. الكيلو ياخد ربع سمنة وربع سكر و4 بيضات، وكل واحد على حسب رغبته، اللي عايز يحط اكتر يحط. هنا ده عندي كان نص باكو زبدة، وجنبيه تاني بتاع ربع كيلو برضو زبدة، وديت دي سمنة بلدي برضو هحط تاني عليها سمنة بلدي بتاع نص كيلو، يعني نقول ايه كيلو وربع. كيلو وربع سمنة، حاطه نص كيلو سمنه اللي هي اللي اتخبطها من البطانان ديت، ونص كيلو زبده، وجنبيه ربع سنه نص كيلو واحده دوت. هنا في السكر ده اتخبطت عليه على السمنه والزبده، ده في السكر هحط تاني، ده ربع كيلو سكر تاني اهو، ده ربع كيلو تاني. يعني الكيلو بسكويت ليه ربع كيلو سكر اهو زي ما انتوا شايفين كده. هربى كله، ادع كله كده ببعضين، نخلطه كله ببعضه. لما بص بقى الكريمه ازاي عامله ازاي، السمنه بالسكر. هنا بقى نفض بقى هنكسر البيض كله بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده. كل واحد حسب رغبته، في ناس تحط 5 بيضات، ناس تحط 6، ناس تحط اكتر اقل، والسمنه والسكر برضه على حسب الرغبه. في ناس بتحب الحاجة زيادة. انا دي الطريقة دي صراحة بنعمل بيها على طول، وبتطلع الحاجة ايه مظبوطة والله بجد، ومية مية. يعني هنا دلت 3 بيكنج باودر. انا لما بروح للراجل بقول له هعمل كذا بيديني ايه كذا حاجة، يعني بيقول لي دي فانيليا. هنا كده ده عصير البرتقال يا جماعة، خلى البسكويت اصفر. هنا حطيت كوباية، ودي تاني كوباية، في كوباية تانية برضو، 3 كوبايات كده عصير برتقان اهو. كده 3 كوبايات عصير ايه برتقان زي ما انتوا شايفين كده. هندع كله ببعضيه. هنحط بقى ايه، هنبتدي نحط الدقيق ده كده ايه، هننخل الدقيق. لازم الدقيق يتنخل على العجينة كده عشان كله يخش هوا كده. هنا هنفضي البيكنج باودر اهو. ربنا يخلي دي النشادر في لبن دافي، لازم النشادر بتحط في لبن دافي عشان تفور. دوت نص كيلو لبن حطيت فيه النشادر زي ما انتوا شايفين. ابص ابتدت ايه تفور اهي النشادر، بصوا فارت ازاي. هنفضيها بقى على العجين بتاعنا اهو اهو. الاحفاد والاولاد وربنا ما يقطع لناش عاده ولا يقطع لكم عاده، كلهم حواليا، اللي عايز يعجن واللي عايز يفضي واللي عايز يعمل، وربنا يجعل بيتنا مفتوح على طول، ويجعل دار المحسنين عمار، وربنا يعود علينا وعليكم مع الامه الاسلاميه والعربيه بخير الايام. هنا عجلنا العجينه، وهنا ان شاء الله ابتدت ركبنا المكنه زي ما انتوا شايفينها ايه، اللي بيقطع واللي بيرص واللي زي ما انتوا شايفين كده اهو. ف
فرحة البسكويت وفرحة العيد. بس والله بجد الواحد حزين إن رمضان خلص كده بسرعة. النهاردة 25، اللهم بلغنا ليلة القدر وإياكم، ليلة القدر في العشر الأولانية، جاء الآخر آخر عشرة، معلش الواحد من الصيام معلش. يعني البسكوت، بص يا جماعة عامل إزاي، والله بجد حاجة حلوة والله العظيم. بصوا العشر أيام ديت الأخيرة فيها ليلة القدر، يا 21 يا 23 يا 25 يا 27 يا 29، والله ما بلغنا ليلة القدر وإياكم كده. زي ما انتوا شايفين البسكوت بتاع أمي أهو، كل شيخ وليه طريقة، وكل الناس شاطرة، وكل الناس بتعمل كل حاجة، وكل الناس بتعمل حاجات حلوة يعني. وربنا يصلح حالنا وحالكم، واتقوا الله يجعل لهم خير رزقكم من حيث لا يحتسب. البسكوت زي الدنيا يا جماعة، بص عامل ازاي. والسلام عليكم، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا جماعة، ما تبخلوش علينا. السلام عليكم.